هو الجمال كتلة واحدة والاهتمام كتلة واحدة. يستحيل أن لا يمكن لمخرج أو كاتب مسرحي أن لا يعرف المعرفة النظرية في المسرح. لك باختيار بين ثلاث أسئلة. بسم الله خير الأمور أوسطها. شكرا جزيلا لكم على هذا البرنامج، على هذه النافذة التي سوف تسمح للكثير غيري أن يطل من خلالها على الجمهور وأن يعبر عما يؤمن به ويراه ويعتقده. الموسم الثاني من برنامج كاميرا فاس يستقبل الدكتور بن يونس بوشعيب في أولى حلقاته. ترقبونا قريباً.